انا يما لا مش انا ما عايزه في كلمتين اديك كوبايه اللبن الصبح قبلها وشربها وتودع من امه حزينه امه دي فرحه امه بقى ربنا يصبرك بدل ما امشي بالالوان وازف ابني ازفه بالاسود اهو هذا وانا حياتي حبيبي قلب امه حزين امه حبيبي حبيب احمد عمره ما يبني غلطه يا ريت الناس كلها زي الشخص ده عمره ما يبني عيب ابو برضه ميت من 13 سنه في نفس الشركه من سنتين حبيبي يا احمد ابو ميت ارسلوا كان عاش على رسمه يا حبيبي جاني الخبر كده انا ما حسيتش بنفسي ماشيه في الطريق ازاي ولا لا بدا يخش عليا في الشقه ما جابوني سلوا كلنا اولادك يا ابني هنيني بقى خلاص احنا كلنا اولاد على الله فاحمد يا حزين ربنا احمد ده بالنسبه لي انت ما تعرف هتيجي اسمي ايه النهارده حزينه ولا انا حسد ابني ما ولا انا هاخد خلاص اود على الله اود على الله اود على الله في ابني حسبي الله ونعم الوكيل اود على الله حسبي الله ونعم الوكيل اعمل ايه اعمل ايه في ابني حسبي الله ونعم الوكيل من اهمال ما ابني ميت جوزي ميت هنا بقى انا عارف عم حسين ميت هنا ميت هنا يا عم اعود على الله الخراطيم بتاعت الحريق بص متقطعه 70 خرم مفيش حد لحق ولا حد لحقهم ولا حد نقصهم والخمسه متفحموا منزلينهم متفحمين ثلاثه يوميه واثنين عاملين لهم عقود ماشي منزلهم متفحمين كده في العربيات قعدوا ثلاث ساعات برضه على الارض في قلب الشركه جوه محدش يسال فيهم ثلاث ساعات مترميين جوه دي قله صيانه ماشي اهمال امن صناعي المدير اللي اسمه محمد شلتوت ده ما بيعملش صيانه حلو المفروض الناس اللي في الامن الصناعي دي متدربه على الحاجات دي ماشي متدربه على الطفايات متدربه ان هي تنجز اي بني ادم ماشي في اي عنبر يلحقوا ينقذوه انما ولا حد لحق ولا حد نقذ واخد بالك واهل الناس دي اهل الناس اللي ماتوا اللي محروقين مرميين جوه اخواتنا الثلاجات دي ما اشتغلتش الا بعديها ثلاث ساعات لسه شغاله دلوقتي بعد ما ريحتهم طلعت بقى لها شهر واقفه على كده الثلاجات دي ريحتك اللي شغال فيها الراجل اللي ماسكها الكبير ده ظلم بيلم زباله في المستشفى خمس سنين واربع سنين والناس مرميه ولا عقودات واخد بالك واللي يتصاب ارموه بره اكنه كلب ارموه بره البوابه